المرأة الحادقة تجي للعرس ومرتاحة و... بارك الله وبنت الخير ومرتاحة و... وجوعي في كرشي وعنيتي في راسي الماكلة تحط فيها صبيعاتها وترجع اللور. لا قول يا رشيد. والله أختي ما قدرت علي زعما بلا ما تقولي لي ديك الهضرة فهمتيه زعما واكلة مزيان وراه محنة هذا والله كيدير أختي وكيدير الوليدة بخير كيدير مالين الدار كل شي بخير الله يحفظك الحمد لله بصحتك بعدا تبارك الله عليك بصحتك الزيارة ديال كازا عند خوادرية أيه كنا نفهم في وجنا والله إلا أختي بالله إلا بنادم فهمتي ما مشيت أنا هوت البحر هاد الأيامات ومشينا زرنا واحد سميتو زرت واحد الاخ ديالي كاين تمايا في النواحيده قادر هي هذيك وبنادم جا شوف جواد زكاع ما تلحش تراب على اختك ايه كيفاش هالهضره كي دايره هي لا تمرضيه زكاع وطراج لا كتبغيه يلبس كسوه مزيانه هو كيلبس هي مقابله ما ديرش القوامج بزاف ما ديرش القوامج بزاف راه كاين الصهد ولبس ديك القميجه اللي اللون تاعها بحال داك كنمثل داك الفيلم ديال فهمتي كتعجبني الا كنتي لابسها والله والمسخوطه هاي راجل يلبس هي مقابله كيما لقات نبي لقات نبي سبحان الله وكنشوف انا فين ما كانش جلا بال باش انت بتخرج من الديوانه وترا حنا غنلبسوا حوايجنا نخرجوا بحال الناس اه كي بعدا راكي ما قارياش ما عارفه شيء إيه؟ ما قاريه ما عارفاش ما قاريه ما نبدلوش الحوايج شلل فمك بالسمن والعسل على الكورني ايوا كي ما قاريه واعطاك لي الله وصح كبرتي بيا ولادك وخليتيني كبرتي بيا ولادك وخليتيني تحت ما تديني العراس ما تديني الفوج اختي جات من الدار البيضاء عندي هي ولادها ضحكوا وتلاقوا مع الكرموس ومع كراني جاب الله لكم البرغوت ماك ما تديني عند اختي مالك قال من الدار البيضاء مالك غتمشي للدار البيضاء ماني ما نمشيش واش ندير الدار البيضاء اختي مال اختي اختك ديك النهار جاب انا كرتي خير اختي واش جابت لي جات هي وليداتها وكلهم يهضروا بالفرنسا دادا وهي ويهضروا صدعونا قربلوا لنا الدار هما هلكونا شحال ديال الكريدي خلوه لي في الحانوت من فراكش قتلوا لي اش من فراكش كيشد الفركوس من دجاجة ويقردوا له راسي يقول لك شوف يا عمتي وتقبل لنا الباب قال لك دير الضويه كي دارنا خلوه الحمار في الشتاء راه غنديك للدار البيضاء اديني للدار البيضاء ولكن لو تمشي معايا خصك تكوني منظمه ماني ما منظماش راه دير هاد الحاله ماشي حاله اه هي هو مالك لبس هاد الشراوت ولا ما كطيح بيا هاد الشيء حيدي هاتي بالله ندم عليا الحرمل اش بغيتي الحرم ندم معايا حرمل لا عيني الناس خايبين هاد الزين اللي فيا ما غادي نفلت انتي كاع زينك زين من الدار البيضاء كامله انتي غتشد فيك العين انتي راكي عين راسك عين وانتي راكي عين هي شتك بحالا بحالا هجرتيني بحالا ما تنسوا قدامك والو بحالا ها عم صدعنا على هاد الدار البيضاء احنا غندوك للدار البيضاء ولكن ما تشوهيش بيا وانت بعدا كتعطيني غير فلوس باش نمشي نغسل اش تغسل قاعده غنحك اللي هو عامره بالتراب وديري المسبانه مسبانه وقولي الحمام دعينك الله اش من مسبان كل يوم الناس كيديروا وانا كامله ما جي عيالكش ولا والو وحنا غادي نمشيو للدار البيضاء ولكن اعملي شويه النظام ما تبقيش بدويه بزاف اي بدويه لا عندنا غاديين في الطريق حضري راسك وما تشوفيش الشارع وتبعيني حتى ندخلوا للدار وهذيك الساعه حنا غنشوفوا الفاميله ونجوا شكون هادو السقعين وهذه مرا لا واش المريبات تحلم تبات تغوت في الليل المراه هذه شتي المراه ملي تعود كتحلم من تعود المرأة كتحلم غاب الميتين راه قريب يفكك من الله والله غتهنى إلا كانت كاع خايبة من تولي تحلم غاب الناس الميتين راه قريب يعتقك الله غاتفيق وتلهدي ركك خير وسلام أنا حلم بالزهرة البارح مدت لي بالاطا تاع الجمر الزهرة؟ أييه ومن اللي حلمتي بالزهرة راه قريبة جلك والله إلا قالت لي ما كيما تجي هنا عطا الله تيساجب معاك راجلك وجي لا سيري بوحدك أنا ما غاديش واش هذه امرأة؟ أنا مرة إلا بيتي تعبر عليها بيتي ما تتسول فيك دير براسك بحالة تسقيتي أبا تفرق معها إيه ما يفرق معها دير براسك بحالة تسقيتي وتهرب تمشي لدارهم عد ويغاب وحدك وعد ودن في الليل متي نوض مع 11 في الليل الله أكبر وتقول لك ستة أجي لها موديها لا وها بنيتي هذا ما بقالي غير حجر يلا لداركم العيانات فيهم وفيهم إياه فيهم وفيهم والرجال الرجال تاهما فيهم وفيهم على هذا بس الصينية لمن كيعطوها للرجال الجواد كيدخل مول العرس كيدير هكا في البيت كيعرف لمن غادي يعطي الصينية عمروتي السلام عليكم الحاج لاباس سيمين وتبارك الله عليك وزدي مرحبا بكم كيختار مول الطبلة سيمين تبارك الله عليكم ساعة زينة هذه وزدي مرحبا انا مرحبا البرد السي محجوب بين واحد البرد من يدك لان علاش طبيلي هو اللي كيجبد الهضرة كيكونوا الناس ساكتين تيجبدهم غايدير البراد هك يحرك واحد ثلاث مرات ويدير يقولوا لي
شحال اليوم في الليالي غطيت لواحد فقير يحك، واش صغيره ولا الكبيره؟